دعا إلى آرام يرحل يعقوب فتى حيث يقيم الخال الأوحد لا أيتها الصغيرة؟ رحيل! يا رحيل! نعم يا عمي! هناك من يسأل عن والدك لبان! لماذا لم يذهب إليه؟ يبدو أن الطريق أنهكه فجلس يستريح. أليس من أهل الحي؟ كلا! إنه غريب عن ديارنا، قادم من أرض كنعان. كنعان؟ هل ذكر لك اسمه؟ يقول إنه يعقوب. يعقوب؟ لعله ابن عمتي رفقة. رفقة؟ زوج إسحاق؟ نعم. لو كان هو فلا بد أن وراءه شيئا. ماذا تقول يا عمي؟ لا شيء لا شيء، اذهبي به إلى والدك. مرحبا بكم جميعا. يا لبان، كيف تزوج الصغرى قبل الكبرى؟ ماذا عار يا رجل؟ لقد خالفت العرف. مهلا مهلا، وماذا أفعل وقد خطب يعقوب رحيل الصغرى؟ عرفه تقاليدنا يا رجل، وهل تظنني لم أفعل؟ والنتيجة أنك تزوجه الصغرى قبل الكبرى. لعلها تتزوج قريبا. إنك كالبئر الغامض يا لبان. اهدأ يا رجل، لقد انصرف يعقوب. إنه ابن أختي رفقة، فمن يرعى تقاليدنا غيره؟ نعم، ولكنك خدعته. خطب رحيل وعمل عندك 7 سنوات مهرا لها، وعندما جاء يوم الزواج أعطيته لي بدلا منها، وخدعته لي أيضا بقبولها ذلك. لقد تم كل شيء وانتهى، وأصبحت لي الكبرى زوجا له. حقا، وستصبح الصغرى زوجا له أيضا. نعم، وتجمع بين الأختين لكي تخرج من المأزق. أختان مع رجل واحد؟ وهل ينهى العرف في أيامنا عن هذا؟ كلا، إنني لا أتكلم عن ذلك. إذن عما تريد أن تتكلم؟ عن الخلافات التي تنشأ بين النساء في مثل هذه الحالات. ولكنهما أختان. الخلاف بين النساء لا يوقفه شيء، صدقني. على كل حال، أمامنا 7 سنوات أخرى يعمل فيهما يعقوب لحساب لبان. نعم، مهر رحيل الثاني. والأيام كفيلة بتغيير كل شيء. أتمنى. أتعرف يا لبان، لو أنني مكان يعقوب لكان لي معك شأن آخر. كيف؟ خدمك 7 سنوات ثم لم ينل مأربة، وأمامه 7 سنوات أخرى قبل أن ينال هذا المأرب. هذا كثير. لم يكن لديه مال، فاشترطت عليه ذلك ووافق. إنه حقا شاب طيب. وما ذنب البنت؟ أتريدون أن يصيبها اليأس بحرمانها الزواج 14 عاما؟ سوف تكبر فعلا، وأيضا تقل فرصتها في الحمل والولادة، ولكنها لا تريد سواه. وتمر السنوات 7، ويتزوج يعقوب ورحيل، لكن لم تفلح رحيل أن تأتي بالأولاد. يا هودة، أيها الملاك الصغير، أهكذا تفسد طعامك؟ ما هكذا تعاملين أطفالي؟ ولكنه أفسد طعامه. هذا لا يعطيك الحق في عقابه. أنا يا ليا أعاقبه، إنه ابني. كلا، ليس ابنك. ابن أختي هو ابني. ابنك من حملك أنت وليس من حمل غيرك. أحسني اختيار كلماتك يا ليا. أعلم.
كفى سيدتي رحيل، فداؤك نفسي، فداؤك نفسي، كفى فداؤك نفسي. يا ليت كل آلامك تنتقل إلي ولا أراك تحزنين لحظة. أريدك أن تتزوجي يعقوب. سيدتي هل تعصينني؟ أنا أريد ولدا، سأزوجك من يعقوب. سيدتي ما أسعدني بأولادنا يا بلهى. لكم أنا سعيدة لسعادتك يا سيدتي. هل شبع دان؟ نعم، وهل أتوانى في ذلك؟ زلفة، زلفة، نعم يا سيدتي، تعالي، أريدك في شيء مهم. ما هذا الشيء المهم يا ليا؟ راحيل يا أماه أكثرنا فراغا ولا تعمل. إنني أقوم بكل عمل البيت ومعي بلهى. اتركي بلهى، فهي مشغولة بأولادها من يعقوب. ليا، أما تكفين عن هذا؟ لم تكف عن ذلك منذ زواجي من يعقوب، بل منذ تزوجته هي الأخرى. لقد انتهينا من ذلك منذ زمن طويل. نعم يا أماه، انتهينا، انتهينا كلنا، ولكنها لم تنتهي، فهي دائما توجه إلي الكلام الجارح أمام جاريتها. لا شأن لك بزلفة، فهي مشغولة بأولادي وأولادها. كفى يا ليا، فأنت لم تعودي صغيرة. اتركونا يا أولاد، اتركونا واخرجوا للعب في الفناء. يا رب الرحمة والملكوت، لا ملجأ لي إلا لك، ولا يعلم همي إلا أنت. أنا أمتك يا الله، أعترف بضعفي، وحدك تعرف حياتي. يا رب الرحمة والملكوت، زين قلبي بالصبر، فرج عني الكرب، وارحم ضعفي، ويسر لي في العسر. لك الحمد كثيرا، ولك الشكر يا نعم الرزاق. يا الله، يا الله، يا الله. أبعدنا الذكور الرقط عن الأغنام حتى لا تلد صغارا رقطا، ومع ذلك جاءت الصغار الرقط بكميات كبيرة. كبيرة؟ كبيرة جدا. وهل سنترك يعقوب يأخذ كل هذا العدد؟ هذا وعد والدك له، إنها أكبر مما نملك. أليست حقه؟ حقه لو كانت أقل من ذلك،
ولكنها الآن هذا ما اتفق والدك عليه مع يعقوب. أقول لك أصبح لديه الآن أغنام أكثر منا، وأنا أقول لك هذا اتفاقه مع والدك. أوه، لقد جاء إلينا فقيرا معدما، ولكن الله رزق كما ترى. يا حادي الركب أسرع إلى كنعان في دربنا الصعب، يا حادي الركب. هل أصابك الحنين سريعا يا سيدتي؟ كلا يا بلهى، ولكنني قلقة. قلقة؟ على ماذا؟ قلبي يحدثني أن أبي غضب عندما عاد ولم يجدني. إن سيدي لابان طيب القلب. نعم، ولكن خروجنا هكذا يقلقني. لا داعي للقلق، فقد خرجنا ولم يحدث شيء. حقا، كما أن يعقوب يقود بنفسه راحلتنا. لا زلت قلقة يا سيدتي؟ سأنظر يوسف ليعود إلينا. نعم، فقد أنهكه السير. لمن الأغنام يا رجل؟ سيدي يعقوب. من؟ سيدي يعقوب بن إسحاق. يعقوب بن إسحاق؟ نعم، وهي هدية لسيدي عيسى شقيقه الأكبر. وأين يعقوب؟ تركناه في أرض مساعد. عمي عيسو قادم إلينا في 400 رجل. 400؟ لماذا؟ لعله جاء لاستقبالنا. أخشى أن يكون الأمر غير ذلك. لعله الخلاف القديم بينهما. خلاف؟ على ماذا؟ لقد اشترى والدك من عمك حقه في البكورية وهما شبان صغيران. بمعنى أن يتنازل عمي عيسو عن امتيازات الأخ الأكبر؟ نعم، فإن العم يسعد بأبناء أخيه، فهم أبناؤه، ونحن جميعا عائلة إسحاق. نحن مشتاقون لرؤية جدنا إسحاق أيضا. سوف ترونه عندما ترحلون إلى حبرون. أجمل أن يجتمع الشباب، أجمل أن يلتقي الأهل، أجمل أن يجتمع الشباب، أجمل أن يلتقي الأهل، الإخوة والأرحام والبنية والأعمام. نعم يا عيسو، يشبه أبي كثيرا. بالطبع، فهم إخوة. إن أخي روبيل لا يشبهني. لأن أمه غير أمي. ليس بالضرورة أن يتشابه كل الإخوة. إن يوسف أخي الأصغر لا يشبهنا كلنا، فهو مختلف عنا. ماذا تقول؟ إن يوسف مختلف عنا جميعا. لا، لا أعتقد ذلك. بل ويعده لرئاسة العائلة من بعده. ولكن البكورية من حقك أنت. نعم، لكن أبي يريد منحها ليوسف. ليس هذا ببعيد. لا تظلموا يوسف، فهو أخوكم. إننا لا نظلمه يا خالتي، فهو، ولكن أبي. يوسف أصغركم، فكيف يكون رئيسا لكم؟ إن يعقوب يعده لذلك. لا تشعلي نار الغيرة في القلوب يا ليا، فهم إخوة. ماذا تقولين؟ أنا التي أشعلها؟ فما معنى كلامك إذن؟ اهدأوا، فيوسف لا زال صغيرا. إنني أخشى أن يكرهوه. كلا كلا يا خالتي، فيوسف أخوك. نعم يا روبيل، وأنت يا شمعون، وأنتم جميعا إنكم إخوة، وأنتم أولاد يعقوب. آه، بارك الله فيك يا رحيل. أكملي يا زلفة، وكثيرا ما تظل عين سيدتي ليا مثبتتين على سيدتي رحيل طوال الوقت. هذا شيء غريب، وتلمح ذلك رحيل فتبتسم لأختها. إن الغيرة تأكل قلب سيدتي ليا. الغيرة؟ هذه الكلمة لا تكفي، ففي داخل سيدتي ليا نار مشتعلة، وانتقلت هذه النار إلى أولادها. أخشى أن ينتقل ذلك إلى أولادنا أيضا. بل انتقل بالفعل. كيف؟ هل لاحظت كثرة اجتماعهم معا؟ نعم، ولا حديث لهم إلا عن يوسف الصغير وخوفهم أن يرأسه. إذا كانت هذه نية سيدي يعقوب، قلبي يحدثني أن الأمور تتجه وجهة خطرة. أشاطرك هذا الشعور وأكثر.
ومرت أيام الحرب حتى لم يعاد الوطن، فعادت راحيل من الآلام كثيرا. كيف حال خالتي؟ طال وقت الولادة. أمه، هل حدث مكروه؟ هذا الصمت يقلقنا. لعلكم لاحظتم وجهها، وهذا يكفي. فداك نفسي يا أمي. ماذا حدث؟ كيف خالتي؟ عندما لاحظت بأن رحيل تعاني هذه المرة من آلام الوضع أكثر من المرة الأولى، قلقت على أبيكم، فأنتم تعلمون حبه لها. نعم، كما أنني لم أحتمل معاناة أختي، فالقابلة تبذل كل ما تستطيع، وبلها وزلفة والأخريات حولها، فتسللت خارجة وذهبت إلى أبيكم أطمئن، ولكن عندما رآني قال لي: هذا الوقت يجب أن تكوني بجانبه لا بجانبي، إلزمي رحيل فهي تتألم، أعرف أنها تتألم، ولكن ماذا بيدي أن أفعله؟ وضعت سيدتي رحيل طفلا. كيف هي يا زلفة؟ مجهدة بشدة ويخشى عليها. رحيل، هل أنت بخير؟ نحمد الله. لا تزعجوها الآن، دعوها تستريح. هل أجهز لها بعض المرق الآن؟ لعلها في حاجة إلى الراحة أكثر، ولكن لنسقها بعض اللبن حتى تسترد عافيتها. سيدتي رحيل، نحمد الله على سلامتك، ولتقر عينا يا أختاه، أصبح لك الآن من يعقوب ولدان، ونريد منك المزيد. إلي حتى أرعاهما بنفسي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أما كان من الأفضل أن يكون يوسف بينكم الآن يأكل معكم؟ نعم يا أمه، أريده أن يأتي ويأكل معنا. إن يوسف تناول عشاءه مع سيدي يعقوب. وأين هو الآن؟ يجلس مع أبيه في الخارج يتحدثان. أين بلها؟ سيدي يعقوب يقول: اتركوا بلها لرعاية بنيامين ولا تكلفوها بشيء آخر. هل نام بنيامين؟ نعم. لماذا يصر يعقوب على إبعادي عن أولاد رحيل؟ أمه، ماذا حدث؟ إنها هل حدث شيء؟ لعلها تذكرت خالتي. بل الأمر غير ذلك، إنها منذ رفض أبي طلبها وهي حزينة. ومن يرعى يوسف إذا لم ترعاه خالته أمه الثانية؟ ألم أقل لك يا روبيل
أن يوسف مختلف عنا؟ شمعون ماذا تقول؟ اسأل أخاك روبيل. وكما قال شمعون، شعرت أن أبي يعتبر يوسف مختلفا عنا. ليس بالضرورة أن يكون ما تشعر حقيقة، بل هو شعوري أنا أيضا قبله. يا لكم من تعساء، كيف تكتبون ذلك وأنا ودان نشعر بما تشعرون؟ نعم هو كذلك يا لاوي. لعلكم تبالغون. هذا كلام غريب. هو الحقيقة يا عماه. اسمع يا روبيل، لعلك تبالغ في مشاعرك. بل كلنا لدينا نفس المشاعر. إن الأب يحب كل أبنائه. إننا لم نقل إنه يكرهنا، ولكنه يؤثر يوسف علينا. إنه يقف حائلا بيننا وبينه. هذا كلام غريب على سمعي. وأنت يا دان لم تتكلم، هل تشعر بنفس المشاعر؟ عما إنني ابن بلها الجارية، مشاعر موجودة عندي وعند أخي نفتالي منذ البداية. أنت ابن يعقوب مثلهم. بماذا تفسر إذن نوم يوسف في فراش أبي دوننا جميعا؟ حقا يا عم، فمنذ أيام نام زبلون أخي الصغير في فراش يوسف. وماذا في ذلك؟ إنكم جميعا سواء. هذا ما تقول، لكن الواقع غير ذلك. أكمل. أقذه أبي ليترك فراش يوسف. أتقصد أن يعقوب يفضل يوسف عليكم جميعا؟ نعم، بل ويوسف نفسه يؤكد ذلك أيضا. لا تظلم الصغير. سأحكي لك يا عمي رؤيا ليوسف لتتأكد من كلامي. قل تكلم. حكى يوسف أنه رأى في منامه أنه زرع شجرة وسط شجر لنا، فنمت حتى تفوقت علينا وتوقف نمو شجرنا. وله رؤى أخرى غير هذه تؤكد هذا التفوق. هذه رؤى منامية، ولكنها يا عم تؤكد تطلعه للرئاسة. الرئاسة؟ إننا نشعر جميعا بأن أبانا يعده لرئاستنا، ويوسف يعيش في هذا الشعور. لذا نحن نلجأ إليك لتفعل شيئا. لعلي أتحدث مع أخي يعقوب يوما ما في هذا الأمر. هذه هي الرؤيا كما حكتها أمي. تأكد لنا الآن كل شيء. هل أخبرتكم بكل شيء؟ نعم، وقالت إن أبانا طلب من يوسف ألا يقص رؤياه علينا حتى لا نكيد له كيدا. هل قالت أمي ذلك؟ نعم، وقال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. هكذا اتضحت الأمور. نعم، وقال لأمي أيضا: اكتمي ما قال يوسف حتى لا تشعلي نار الحقد بينهم. هذه رؤيا غريبة، ما عنا بالشمس إلا أبانا، ولا بالقمر إلا أمنا، ولا بالكواكب غيرنا. إنه يريد أن يتملك علينا. هذه النجوم التي رآها أقرب إليه من ذلك. اهدأوا، هذه أضغاث أحلام. وبما تفسر كلام أبيك؟ أن ننتظر حتى تتحقق الأحلام. إن يوسف يسعى للرئاسة وأبوكم يعده لذلك. وماذا نفعل؟ نبعده عن أبينا. يخلو لنا وجه أبينا. كيف؟ هل تحلمون؟ نقتل. ماذا؟ أتقتل أخاك؟ نأخذه إلى مكان بعيد جدا لا يستطيع العودة منه؟ بل سيعود، ولن تفلح هذه الحيلة. هذا أفضل من القتل. كلا، القتل سينهي كل شيء، وقتله صغيرا أسهل من قتله كبيرا. يا شمعون،
دع الأيام تحل لنا هذه المشكلة. إنني لن أنتظر الأيام. لا، إنني أعترض على فكرة القتل هذه. هل لديك فكرة أخرى؟ لو لم تطرحوا هذه الفكرة جانبا فسوف أخبر أباكم بما تعزمون عليه. إنك تفسد كل شيء. بل القتل يفسد كل شيء. وماذا تريد؟ نبعده عن أبيه. نعم، ولكن القتل لا أوافق عليه. نعود إلى الفكرة الأخرى، نذهب به إلى مكان بعيد ونتركه ثم نعود. نعم، فلن يستطيع العودة. وربما أسره بعض الناس واستعمله كعبد له. ربما يعود بعد أن يكبر. هذا احتمال بعيد. ولكن إلى أين نأخذه؟ وسيثير ذلك شك أبينا. آه يا أبناء يعقوب، تكلمنا أياما طويلة ولم نصل إلى قرار. لقد تكلمنا كثيرا. لا تتحركوا من هنا قبل أن نصل إلى هذا القرار. اسمعوا، نلقيه في بئر وكأنه سقط فيه ومات. وإذا لم يمت سيخرجه بعض القوم وبذلك تكشفون أمركم. كنت أظنك ذكيا. إنني لم أقل هذه البئر، بل قلت نلقيه في بئر، وقصدت أن يكون بعيدا. اسمعوا، إنني أعرف أبارا بعيدة عن هنا. كنت أعرف أنه سيرفض. لماذا؟ لأنه يخاف على يوسف منا. ألم يقل لكم أخاف أن يأكله الذئب؟ لقد تأثر أبي بهذه الرؤيا التي رآها عن الذئاب. نعم، لذلك رفض. وما الحل؟ نعاود الكرة، وإذا رفض نستمر في المحاولات. ليس أمامنا غير ذلك. اسمعوا، ألم يقل لنا أمس أخاف أن يأكله الذئب؟ نعم، هذه هي الفكرة. عندما نعود بدونه نقول أكله الذئب. أحسنت ابن بلها. أحسن أنت اختيار ألفاظك، إنني دان ابن يعقوب. أنت الآن تستحق ذلك. ويسوق الإخوة حقد أسود. يوسف يا أطيب طبع الإخوة في حب أبيك وفي إبعادك عن عينيه، فألقوك وحيدا في الجبل، ظنوا أن الله بعيد عنك وأن الأطماع يمكن أن تفتح في تشويه الحق. لا، لقد اتفقنا على إلقائه في الجبل ولم نتفق على قتله. لاوي، شمعون، اذبح شاة، لطخ قميص يوسف بدمها. فاق غباؤنا كل الحدود.
نعم يا شمعون. يهوذا، هل هذا وقت التهكم؟ ليس هذا تهكما. إني أوافقك، كيف لم يخطر ببالنا أن نمزق قميص يوسف؟ هل يأكله الذئب ويترك قميصه دون تمزيق؟ كفى يا شمعون، ودعنا نخرج من هذا المأزق. لا مفر أمامنا، يجب أن نخرج يوسف من الجب ونقتله ونحمل أشلاءه ليعقوب. دون ذلك يا شمعون لن يحدث ذلك أبدا. ما حيت أنت تقف في طريق كل خطوة. ليست هذه خطوة، هذه جريمة قتل. ما فعلناه هنا ماذا تسميه؟ إننا لم نقتله وهذا يكفي. هل هذا وقت التشاحن؟ دعونا نفكر في الأمر. اسمعوا، لدي فكرة، هيا نصطاد الذئب كما طلب منا. الذئب؟ وهل هناك ذئب؟ أي ذئب يا شمعون؟ لنقول إنه هو الذي قتل يوسف. كذبة أخرى، كذبة أخرى. لا نعرف إلى أين تذهب بنا. ليس أمامنا غير ذلك، لا وقت لدينا، فالذئاب لا تنتظرنا لاصطيادها. هيا بنا. يوسف، إليك بعد الطعام. قفوا لنتزود بالماء. يا غلام. نعم يا سيدي مالك. اذهب إلى البئر في هذه الناحية. ولكن يا سيدي، إن هذه البئر ماؤها به بعض الملوحة. ليس أمامنا غيرها. إنه ثقيل، لعله شيء ثمين. إنه على وشك الخروج. إنه غلام. غلام في البئر. يا بشرى، إنه جميل، سأسعد به مولاي مالك. وهل رأيت يوسف بنفسك؟ نعم، بعد 3 أيام في الجب بدون أكل ولا زال حيا. أسرعوا، أسرعوا قبل أن ينصرفوا. نعم، لنعرف إلى أين هم ذاهبون. لو شعرنا أنهم سيعودون به إلى كنعان نقول إنه عبد آبق ونأخذه منهم. عبد آبق؟ نعم، ردوه علينا، نشتريه منكم. إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى مصر. بكم تشتريه؟ هذا غلام صغير لا يصلح لأي عمل. قل بكم تريده. 20 درهما. هات الدراهم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. من هذا يا رجل؟ رزق ساقته الآلهة. أشتريه منك 3 دنانير. أعرف من يستحقه. وأنا قبلت. سيدي كبير الحجاب، لقد اخترت بالفعل درة كريمة ستزين قصر العزيز. هل رأيت كم هو جميل؟ هاك الثمن، الحقه بما اشتريته من عبيد وإماء وارسله إلى قصر العزيز. رأيتن الفتى؟ قمر يمشي على الأرض. سمعت أنه لم يسجد للعزيز، ورغم ذلك لم يغضب منه. من يستطيع الغضب من مثل هذا المخلوق الجميل؟ أنا لم أستطع أن أرفع عيني عنه. أعجبك يوسف؟ الجواري في الخارج يتنافسن على من تفوز به. لا 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 لا، لا تتركيه للجواري، بل اجعلي له مربية ترعاه. أما أنا فسوف أخصص له من يتولى تنشئته وتأديبه. يا أراك تعلقت به. نعم، ومن يدري، ربما إذا أحسننا تنشئته أن ينفعنا، بل ربما اتخذناه ولدا. لا تتعجل الأمور. يهوذا، لن تفارق الهم حتى تصبح مثل أبينا.
إنه على وشك أن يفقد بصره، بل لن يفارق السؤال عنه كلما مرت قافلة حتى أوشك أن يفضحنا عند أبينا. من خان العهد قاتله الله، ولقد تعاهدنا أن يبقى السر بيننا. بل سينزل الله بنا العقاب جزاء ما فعلناه بيوسف. بعد كل هذا الزمن ما زلت تذكر يوسف؟ ألم يكن شريكا له في حب أبينا؟ انسى هذا الأمر، لقد ذهب وابتلعته المسافات والفيافي. إن قلبي يحدثني أنني سأراه مرة ثانية. لعلك صرت مثله ترى في المنام ما كان يراه. وتمر السنون. استدعيتك أيها المعلم الفاضل لأستطلع أخبار يوسف. لم أرى غلاما في مثل فطنته، لقد استوعب في عامين ما يستوعبه غيره في 10 أعوام. تذكر أنني سوف أسترده منك لأسند إليه شؤون القصر، فعلمه جيدا أصول الحساب والقيادة. لن يذهب مع يوسف إلى جناحه الجديد إلا خادمه العجوز. لقد خدمت سيدي زمنا طويلا ولا أستطيع أن أفارقه. وأنا لقد أمر أن يبقى كل منكم في مكانه، ثم إنه سيكون مسؤولا عن كل شؤون القصر، وستكونون جميعا في صحبته، فلا تبتئسوا. ما شأنكن؟ جاء يوسف يا مولاتي. وماذا في هذا؟ إنه ابن هذا القصر، ووجوده بيننا أمر طبيعي. أنت اذهبي واستدعيه لأحدثه في أمر من الأمور. أذهب أنا يا مولاتي. بل أنا. ما هذا؟ جنة وصفاتي، وكأنهن لم يرين فتى من قبل. انتظري يا مولاتي حتى ترينه، وبعدها نرى هل زاد المجانين واحدا. مولاتي، جاء يوسف. أدخليه فورا ثم أحضري لنا شرابا. إنه لا يذوق الخمر يا مولاتي. سيذوقها معي، يكفي أن أمره فيفعل. تفضل بالدخول يا سيدي. أهلا بك يا يوسف. يبدو أني لم أراك منذ زمن طويل. دعيني أرى. لقد نظر إلى الأرض كعادته. يبدو أن سيدتي غاضبة. تأويل الأحلام زارة. نعم يا مولاتي. استدعيه فورا الآن. لا ترجعيني، استدعيه فورا. لقد اعتذر يا مولاتي، قال إن مخدع مولاتي محرم عليه ولا يطأه إلا صاحبه. إذن فهو لن يدخل جناحي إلا بإذن العزيز. هو بالفعل خير من يؤدي مهمة الإشراف على جناحك. إنه أمين عفيف صادق،
ثم إنه يجيد قيادة الآخرين بالحب والحزم معا. بال أميرة الصغيرة شاردة؟ لا لا شيء. اسمعي، إن كان السمر لا يروق لك بدلناه بغيره في الحال. اطلبي اطلبي ما تشائين اطلبي. بل هو سمر جميل يا مولاي، ولكن لا رغبة لي في السمر هذه الليلة. هل أنت مريضة؟ دعك مني ولا تفسد عليك متعتك، فأنا منحرفة المزاج قليلا. إذن لا، ليبقى كل شيء على حاله. الجميع حاضرون هنا من أجل أميرتهم الجميلة، فليسمح لي مولاي بالانصراف خلصة حتى لا أفسد عليهم ثمرهم. أما أنا سوف ألجأ إلى جناحي أعتكف فيه الليلة حتى أسترد عافيتي. اذهبي إليه، أخبريه أنني أريد إعطاءه بعض التوجيهات بخصوص رحلة الصيد غدا. مولاتي أطيعي الأمر. سأفعل يا مولاتي، ولكن من وجيبي تحذيرك. إن يوسف كما عرفناه جميعا لا يخضع لمتع الحياة، وأخشى أن يسبب غضبك عليه مشكلة يعلم بها القصر كله. لا حاجة بي إلى موعدك التافهة، اذهبي إليه كما أمرتك. ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ إن العزيزة قد دعا شاهدا من أهلها يحكم في الأمر. لا حاجة لنا نحن بأي شاهد، نحن نعرف سيدي يوسف ونستطيع أن نحكم ببراءته. ومن تكون أيها الساق التافه حتى تحكم في أمور سادتك؟ أنت تضمر له سوءا لأنه حكم بيننا وحكم عليك بسوء الخلق. نعم، ماذا تقول؟ أقول إنك ستسمع رغم صممك هذا ببراءة سيد يوسف تتناقلها كل الألسن في المدينة. والآن دعني أدخل لهم بالشراب. مولاي، في هذا الثوب وهذه القطعة من القماش تكمن أسباب البراءة أو الإدانة. سنرى بعد وضع هذه القطعة في مكانها إن كان القميص قد قد من قبل أو قد من دبر. وما معنى هذا؟
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. منطق معقول. إذن دعنا نرى. كما قال يوسف هي راودتني عن نفسي، كنت أعرف أنه صادق فلم أجرب عليه كذبا، مع ذلك أحضرت حكما من أهلك ليحكم في الأمر، وتمنيت أن يكون الحكم لصالحك. وصدقت هذا الرجل؟ إنه عجوز خرف. لقد أصدرت أمري ليوسف أن يكتم الأمر، وإني على ثقة من أنه سيفعل. أما أنت فاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مهما قلتن عن جمالي فهو ليس إلا عبدا. وأي عبد يا عزيزتي فتى، يقولون إن جماله يأسر العين ولا يفلتها كأنه السحر. أنتم تبالغون، لقد صاحبنا راهيل ونعرف أنها أكثر النساء اعتزازا بكبريائها. إلا مع فتاها لقد شغفها حبا. إن لنراها في ضلال مبين. لو كان فارسا أو نبيلا أو أميرا لاختلف الأمر. أساءت إلى كل نساء الأمراء وبنات الكبراء. أي هوان هذا؟ تراود فتاها عن نفسه؟ لو كنت في مكانها. لو كنت مكانها لقتلت نفسي قبل أن تحدثني بمثل هذا الهوان. امرأة العزيز، تدعونا جميعا إلى وليمة في القصر غدا. هدفي أن أبرئ نفسي أمامكن. هل تصدقن حقا ما يقال؟ أهناك امرأة ولو على قدر من الشرف والنبالة ترضى بأن تراود فتاها عن نفسه؟ لا 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 لا، أنا قلت لهن إن هذا مستحيل. نعم يا عزيزتي فكة، هذا مستحيل، أليس كذلك؟ مهما بلغ من الجمال حتى ولو جاء على صورة ملك، فالحسب والعظمة والعصمة والشرف تمنع كلها من التدني إلى هذا الحد. يعجبني اعتدادك بنفسك يا عزيزتي فكة. والآن اسمحنا لي بأن أشرف بنفسي على إعداد المائدة. عندما أشير إليك بدخوله أدخلي، ولكن احرصي على ألا يخفي وجهه كما يفعل دائما مع النساء، فهمتي؟ نعم يا سيدتي. إني أقدم لكن صنفا جديدا من الحلوى، إنه صنف لا يقطع إلا بالسكين، ولكن حذاري فالسكاكين مشحوذة على تمامها. أنت مشغوفة دائما بكل جديد. إلا هذا الصنف فإن حلاوته لا تقاوم. لا يليق بمن في عصمتك وشرفك أن تذهل عن نفسها وتقطع يدها من أجل فتى. أهذا هو يوسف؟
هو يوسف الذي لمتنني فيه. حاشا لله، ما هذا بشر؟ بل هو بشر. لا لا لا، إن هذا إلا ملك كريم. لقد تساوت الرؤوس الآن، فأنتن الآن شريكاتي في هذا العشق، وإن الدم النازف من أيديكن لخير شاهد على هذا. مولاي، إن القضاء على فتنة هذا الفتى لا تتحقق إلا بإبعاده عن الأنظار. لا، إنه لا يستحق العقاب ولا أقوى على التنكيل به. لا هذا ولا ذاك، إني أقترح على مولاي أن يأمر بسجنه حتى حين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.